ابو كايد ودنا نرجع لك على السؤال اللي سالتك اياه لانه دخل اشعب عرض. شوف اكيد الناس ما يخلون احد في حاله. انا اذكر مره جيت في محل حصلت واحد قدامي وعاد هو يتابعني، انا ما بيني وبينه معرفه قبل، وقلت تكلمت انا قبل في نفس الموضوع هذا في الخصوصيه وما الخصوصيه، ولا تخلي الواحد يتوقع انه من ابسط حقوقه عليك انه يعرف خصوصياتك. فيقول لي يقول يا اخي والله ما جاني احد هنا في المحل قال لي يسالني كم راتبي. هو ما هو من الديره، ما هو من الديره هذه، ايه من ديره ثانيه، ديره نشده. اي لا يقول اشتوني ليش؟ حسد يعني. انت وش جابك؟ احنا اولى ان نوظف هنا. يقول اغلب اللي يجوني ما هم موظفين. كثر الدي ارضي يتنشدون. كم راتبك؟ قلت رزق الله. قال ما ودك تعلمنا؟ لا توقعاتك اننا بنشيلك ونجيب لسانك حنا. يقول ودي ما يبلون. يقول صار الى درجه انهم شوهوا سمعتي. يقول رفعوا بلاغ، هو شغال في سمسه. يقول رفعوا، صاروا يرفعون بلاغ للشركه. ايه يعني في الاخير شلوه، في الاخير شالته الشركه. يقول يا ولد شيء ما يقول مشكله، انا بعرف وش اللي يبغونه. يقول في الاخير اكتشفت انهم ان كان الراتب كويس بيزحطون نجوم انسان. يقول هذا اللي ما يبغونه كله حسد. ايوه. فاغلب اذكر الاسئله اللي تجيني، انا تاخرت في البدايه في التوظيف، يمكن تقريبا ما هو بذاك التاخير، اخذت 3 سنين يمكن في البدايه لها ظروف، وبعدين اجتهدت في البحث عن العمل. انت ما لقيت وظيفه؟ قلت والله انا دولي الحين اهو لا اكون كتب العسكريه. قلت له قالوا يا اخي ما يقبلونك، والله ما يقبلونك. قلت طيب يا اخي انت عندك وظيفه تسجلني فيها؟ عندك وظيفه تسجلني فيها؟ قال والله بس دور يعني جاي وجايب متدخل بالخصوصيه ويقتل طموحات ويبغى لا واستنقاص ولا يبقى استنقاص يا ولد شيء لا تخصص. لا هذه خصوصيه مركزه، شفت هذه مركزه لابعد حد. لا شماته فيها لاحقها شماته شماته بعد. يا ولد طيب لا ما هو طيب. فالاخير قلت لحظه طيب عندك تتوظفني انت؟ قال لا. الله يعافيك. قلت طيب عندك سيرفه عندك حاجه تعطيني في مكان كان؟ قال لا. قلت طيب الورق تسالني؟ قال يا اخوي بس يا اخوي وضعك ما معجبني. توظفنا دخلنا في موضوع الزواج ورحنا في ليله ما لنا خلصنا دخلنا عمر يا رجال الليل. لكن انا في الاخير انا تراني من النوع اللي يقرا يا اخي سبحان الله ويسمع. عندهم مجال الاسئله طول صبر يعني تخصصهم اسئله تواجد يعني ما يبلشون في الاسئله. بس تدري وش يا ابو درعان؟ كل ما قفلوا باب يفتحوا لك باب ثاني. يا عمره يا ابو درعان سؤال ثاني. هو لو سالت نفس السؤال انت يزعل منك اصلا، وممكن يقول لك ما لك دخل مباشره بدون تمهيد بدون شيء. وجه قوي. اي ممكن يقول لك ما لك دخل على طول. انا ما صرت انتهج انا. شوف هذا اقول ابغاك على جنب. شوف يلحقونك للموت حتى لو مت دقوا على عيالك، وين بتهبون عزاء؟ في الديره ولا في الرياض؟ يعني وراك لا حتى قد في قبرك ولا وين بتحطون عزاء؟ ها ويش مات منه يا رجل؟ جاه امر الله. امر الله لا شوف عسى ما عليه ديون. ايش كم عليه؟ عسى ما عليه ديون. ايش كم الورد؟ هذا طريق ثاني. رب ترك لكم خير. عمر ولا اقطع كلامك يا ابو درعان، بعد ما توظفت قبلني الله يخدم غفلت. قال ها يقولون انك توظفت. قلت الله توظفت. وش وظيفه؟ قلت الفلانيه. قال اوه والله ماش خير. لا عندنا الحين يقول كم المعاش؟ لا لا كم المعاش؟ اسمع ماش خير يعني تو متوظف. انا ما شوف في البدايه يعني اشغلني فتظلم. قلت توظفت. تم توظفت قالوا شو وظيفتك؟ اوه ماش خير. لو انك على وضعك لو ابارك لك. بالله هذا كيف تفهم؟ اي والله كيف افهم؟ انا صارت عندي قاعده ويعرفونها القريبين مني. لمن حد جاسالني وانا سوني رايق ولا ما برايق ما لك دخل. بس قفل عليك ريح عمرك. بس زعل الله يجعلها زعل انا افتح لها البيبان. ما انت تبي تاصل الشيء ذا؟ الله يحفظك. تجي تسولف معي تضحك. لا تبحثني فين اللي مكفيني. خلني في ارض الله. فكني شرك. اعتقني انا فيني من ال من ال من ال من الهموم اللي فاق عن كبدي. باقي تجي تبحث ايش تبغى؟ ابشركم بفضل الله لي الان 3 سنوات انا من النوع اللي يتعلم الخطا. 3 سنوات ما اذكر في يوم من الايام اني حتى لمحت في خصوصيتي. مجرد ما تسالني اعرف اتصرف انا بطريقتي الخاصه.
من اول صح اجامل اخسر فلان فالاخير يا ولد لان انا من النوع اللي يقرا ويسمع يا اخوي استفدت عسل يا عسل خصوصياتك احد يدخل فيها خط احمر والامور الباقي بيخسر العالم كله لكن لا تخسر نفسك اي والله بس هذا ابو الاسود الدؤلي جاه واحد على قوله اشعب اللي قبل شوي وهو خابر ذا غثيث وبثر وراعي نشده ويبي ياكل وحالته حال المهم جاه الرجال لابو اسود الدؤلي ابو اسود الدؤلي كان عنده اكل مجهزه يبي ياكل المهم مر هك الرجال قال يا طيب قال هلا حياك الله اشعب اللي مر ما هو ما ادري يمكن يكون اشعب اعرابي اعرابي